الشيف هاني عصام معاكم والشيف العمومي لفندق بالغردقة. احنا النهاردة مجتمعين في الممشى السياحي بالغردقة بننفذ مهرجان خاص بالأسرة والسكان، بنشارك مشاركة من الفنادق في تقديم وجبات بأسعار زهيدة. بنجمع المبلغ ده وبتروح بتوزع لأسرة الأم المعيلة، مساهمة مننا كمساهمة مجتمعية، ودي تعتبر السنة التانية لينا نفذنا فيها مهرجان دوت. السنة اللي فاتت كانت 5 فنادق، السنة دي برضو 5 فنادق مشاركين. الحدث زي ما انتم شايفين حاجة جميلة ومحترمة، الناس مبسوطة وأكل كله أسعاره رخيصة. عندنا بنقدم أكل نوبي، بنأكل أكل شرقي، بنقدم أكل تكاوي كامل، فبالتالي ده بيجمع معنا مبلغ كويس بنوزعه للأسرة الأم المعيلة. بنقدر نساهم ولو بجزء كفنادق مع جمعية السكان. أنا الشيف أسماء، منسق عام المهرجان وممثل جمعية طهاة المصرية في البحر الأحمر. النهاردة عندنا مهرجان الطهي المصري الثاني في الغردقة، عملناه 2017 وكان ناجح جدا، ودوت عاملينه للمرأة المعيلة. احنا متبرعين كطهاة وفنادق فندق ماركير اللي أنا بمثله ومعظم الشيفات بكل بيمثلوا فنادق الغردقة، بنشارك مساهمة بسيطة إن احنا بنأدي دورنا مع المجتمع المدني في أبسط شيء ممكن نقدمه ليهم بمساهمتنا، بنجهز الطعام وبيتباع مقابل مادي بيذهب إلى الأسرة المعيلة. أنا شفت تغريد فتحي، بشتغل في تروبوتيل فندق تروبوتيل سهل حشيش، شيف دبرتي. أول مرة أتواجد في مهرجان زي ده، حلوة قوي. مهرجان الطهاة المصري هو سمعت ان تاني مره يتعمل، فانا مبسوطه جدا ان انا متواجده وبنشارك في حاجه حلوه، والتعاون شيء مهم. الشيف سلمان حلمي، الشيف العمومي التنفيذي لفندق سيجا للغردقه. احنا السنه دي ان شاء الله بنشترك للمره الثانيه في المهرجان بتاع الطن الموجوده بالاسره المعيله، ودي حاجه كويسه جدا. احنا بنشوف كل الفنادق هنا بتتجمع مع بعض الاعمال الخيريه، ونتمنى ان شاء الله احنا كل سنه باذن الله نشارك. احنا السنه دي شاركنا بالكشري وعليه اقبال جميل جدا ما شاء الله، وان شاء الله السنه الجايه واللي بعدها واللي بعدها ان شاء الله مشتركين في المهرجان ده باذن الله.